السادسة بتوقيت الإمارات، وهذه نشرة الأخبار والبداية من العناوين. رئيس الدولة يغرس شجرة القرم في حديقة نيغوراه راي على هامش اجتماعات قمة العشرين في إندونيسيا. خلال لقاء سموها أعيان البلاد ومسؤولي الدوائر الحكومية محمد بن راشد، عمليات التطوير والتحديث لا تتوقف، وهدفها خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن. برعاية محمد الشرقي، مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق غدا بمشاركة عربية ودولية واسعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. غرس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله شجرة القرم في حديقة غابات نيغوراه راي الإندونيسية، التي تعد نموذجا للاستدامة والاهتمام الذي توليه جمهورية إندونيسيا للبيئة والاستدامة البيئية، وذلك على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا الصديقة. وقام سموه بجولة في الحديقة واستمع إلى شرح بشأن حضانة القرم فيها، إضافة إلى ما تتضمنه الحديقة من أنواع مختلفة من النباتات بجانب المحميات الطبيعية التي تعزز جهود إندونيسيا في مجال مواجهة التغيرات المناخية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله في مجلس سموه بقصر زعبيل في دبي يوم أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جمعا من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال. وحرص سموه خلال اللقاء على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور حول جملة من الموضوعات. واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله خلال اللقاء إلى أفكار الحضور حول العديد من الموضوعات المعنية بالمجتمع، وأكد سموه ترحيبه بكل الآراء والأفكار التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدا سموه مساندة تلك الأفكار لصنع إنجازات تعزز الريادة الإماراتية في كل المجالات، منوها سموه بالمسؤولية الشباب الوطن في الحفاظ على مكتسباته. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن قيم العطاء والبذل من القيم المتأصلة في نفوس أهل الإمارات، مرشدا سموه بالأفكار الملهمة والمبادرات التوعوية التي تطلقها المؤسسات في هذا السياق ضمن إطار عملها المؤسسي. جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائزين بجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع في قصر زعبيل في دبي يوم أمس الثلاثاء. فثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله جهود وإسهامات كل من شملهم التكريم ضمن الجائزة، وما قاموا به من أعمال خدمية وخيرية تعبر عن لحمة المجتمع وتكاتف مؤسساته وأفراده، وما لتلك المبادرات من أثر إيجابي يسهم في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه. وقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ضمن فئة الأفراد بمنحهم قلادة خدمة المجتمع. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه بزعبيل يوم أمس مجموعة من خريجي الامتياز من كليات التقنية العليا من مختلف التخصصات العلمية على مستوى الدولة، وهنأ سموه الخريجين بتفوقهم واختتام دراستهم الجامعية بامتياز، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية
داعيا سموه إياهم للمثابرة في النهل من منابع العلم وتوظيف رصيدهم المعرفي في تحقيق كل ما من شأنه تقدم الإمارات ورفعتها في مختلف المجالات. ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الخريجين إلى مواصلة طريق العلم والمعرفة كونهما يشكلان نقطة الانطلاق لكل مشروع ناجح وكل جهد غايته التميز، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات لم ولن تبخل على أبنائها بمنح ما يستحقون من رعاية واهتمام. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، ترافقه قرينته الملكة نانا سيباو. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بزيارة الملك توبو السادس والوفد المرافق له إلى رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل سموه وملك تونغا خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد الملك توبو السادس سعي بلاده لتعزيز فرص التعاون المتميزة مع دولة الإمارات. برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله واحتفالا باليوم العالمي للفلسفة، تنطلق غدا أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة تحت عنوان الفلسفة والراهن بتنظيم بيت الفلسفة خلال الفترة من 17 حتى 20 من نوفمبر في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة. ويحظى المؤتمر في نسخته الثانية هذا العام بمشاركة عربية ودولية واسعة من نخب الفلاسفة والمفكرين والمحاضرين والمتخصصين والمختصين في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية من مختلف دول العالم. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر محاضرات ولقاءات وجلسات نقاشية تطرح مواضيع فلسفية متنوعة، كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق معجم الفجيرة الفلسفي الذي يعد أكبر معجم فلسفي في العالم العربي. أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام أهمية تنظيم المؤتمرات الإعلامية التي يشارك بها المتخصصون من الجهات العالمية والإقليمية والمحلية والخبراء والباحثون بكافة مجالات الإعلام تحت سقف واحد. جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس فعاليات النسخة الأولى من الكونغرس العالمي أو العالمي للإعلام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وأشاد سموه بمستوى تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام الذي يتناول موضوعات هامة تتعلق بقطاع الإعلام في جوانب متعددة، ذلك للمساهمة في تطوير العمل الإعلامي وتسليط الضوء على تأثيراته واستكشاف فرص المستقبلية وتعزيز الشراكات الإعلامية بين المؤسسات. وشهد اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام الذي انطلقت فعاليات دورته الأولى يوم أمس في أبو ظبي جلسات نقاشية وحوارية عديدة حول محاور ونقاط عديدة تخص الوضع الراهن للقطاع في العالم وتحدد مستقبله وتحديد مستقبله وترسيم ملامح تطوره على الصعيد العالمي. هو فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين قيادات وصناع الإعلام واستشراف مستقبله في العالم، هذا ما أكده المشاركون من وزراء وقادة وصناع قرار في الجلسات الحوارية التي عقدت يوم أمس في أول أيام فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام التي انطلقت في أبوظبي. أجنحة خاصة بالمؤسسات الصحفية والرقمية التي تعرض آليات لصياغة الإعلام وجلسات ناقشت كل ما يخص القطاع الذي يشهد تحديات عدة خلال تطوره، أولها السوشيال ميديا والأخبار المزيفة. وأكدت تلك الجلسات ضرورة تصحيح الصورة ونقل الواقع بما يفيد الجمهور. وشهدت فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام جلسة حوارية سلطت خلالها مونيكا موتس فانجوا وزيرة الإعلام والدعاية والإذاعة في زيمبابوي الضوء على فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الإعلام في جميع أنحاء العالم. وتخلل اليوم الأول جلسة محادثات قصيرة بين المستثمرين حول تحديد توجهات الاستثمار في وسائل الإعلام وكيفية تأثيرها على المشهد الإعلامي العالمي، وأخرى حول الاستثمار في الميتافيرس وكيفية استفادة الشركات الإعلامية من هذا القطاع، كما شهد نقاشات حول مستقبل قطاع الإعلام في عالم الويب 3 وحول مستقبل الأخبار.
كل تلك المحاور القيمة في اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام فقط، ويأمل القائمون على هذا القطاع من خلال دورته الأولى بالخروج بتصورات تحدد مستقبله على مستوى العالم. أكد معالي الشيخ نايان بن مبارك لنايان وزير التسامح والتعايش أن الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصبحت تجسد قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في أسمى معانيها، دولة فخورة بقيمها ومبادئها، دولة الانفتاح الثقافي والحضاري، تقوم بدور رائد وملموس في تنمية علاقات التعارف والحوار والعمل المشترك في العالم أجمع. فقال معاليه في الكلمة الرئاسية أو الرئيسية التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 من نوفمبر من كل عام، إن مكانة دولة الإمارات ودورها الرائد عالمياً في مجال التسامح والتعايش والحوار تجسد في إنشاء وزارة متخصصة للتسامح والتعايش أتشرف بتمثيلها، وهي الوزارة الوحيدة من نوعها في العالم. وأشار معالي إلى الدور المهم للوزارة أو لوزارة التسامح في إنتاج المعارف ونشرها حول التسامح والتعايش، بالإضافة إلى اقتراح القوانين والتشريعات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تجسد مفاهيم التسامح والأخوة الإنسانية على أرض الواقع. كما يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم الأنشطة الدولية التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وذلك ضمن المهرجان الوطني للتسامح، حيث يفتتح معاليه جلسات التحالف الدولي للتسامح والقمة العالمية للأديان وفعاليات الطاولة المستديرة لتطوير آليات واستراتيجيات التحالف بمشاركة أكثر من 25 قيادة دولية بارزة من الأمم المتحدة والكنائس والأزهر الشريف وقادة الأديان والعقائد والشرائع المختلفة ومفكرين بارزين من مختلف دول العالم، وذلك بالعاصمة أبوظبي. ويضم المهرجان الوطني للتسامح إلى جانب الأنشطة الدولية برامج متعددة تنفذها الوزارة. وبذلك تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 من نوفمبر من كل عام، وسط اهتمام عالمي متزايد تعبر عنه عشرات المبادرات والمنتديات في مختلف دول العالم، على رأسها دولة الإمارات التي أرسل أبي المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه دعائم السلام والتسامح فيها، وأسارت على خطاه قيادتنا الرشيدة. التسامح واجب، واجب إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح، نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. لأنها بلد التسامح والتعايش والسلام، ولأن كل من يعيش على أرضها يتشرب أسمى قيم الإنسانية، قيم رسخها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسارت على نهجها القيادة الرشيدة. تحتفي دولة الإمارات والعالم باليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 من نوفمبر من كل عام، تأكيدا على توجهات الدولة في صون وكفالة التعايش السلمي لكافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال الانفتاح على العالم، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في وضع الآليات التي كفلت احترام التعددية واحترام الآخر، حتى بات التسامح والسلام نهجاً رضيفاً لاسم دولة الإمارات التي تنشر المحبة في العالم وتعتز بقيمها وتراثها الزاخر بالتقاليد العريقة التي أسهمت في تحقيق التواصل مع كل المعتقدات. وما توافد القيادات العالمية البارزة وحرص العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية الدينية من مختلف دول العالم إلى المهرجان الوطني للتسامح سوى تأكيد دولي وتعبير عن ثقة المجتمع الدولي في الإمارات العربية المتحدة ونبل مقصدها في تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام في ربوع العالم، فهي تسعى دوما لصالح مستقبل البشرية. شهد الكونغرس العالمي للإعلام حوارا تفاعليا قدمه أول مذيع ميتافيرسي مع سعادة محمد جلال الرئيس مدير عام وكالة أنباء الإمارات و رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس، وذلك باستخدام تقنيات تجمع بين الواقع المادي والافتراضي المعزز. دعونا نشاهد وإياكم هذا الحوار. دعونا نتعرف في هذا العالم
على معالم رئيسية وتفاصيل أساسية حول الكونغرس العالمي للإعلام. أنا متحدثكم المتابعسي حمدان. لطالما حلمت فيما مضى الجمع بين العالمين المادي والافتراضي بحوار التفاعل مع سعادة محمد جلال الريسي المدير العام لوكالة إنباء الإمارات. أن اليوم العالم اللي تعودنا عليه في لقاءات وحوارات أصبح مختلف. فكرة الكونغرس العالمي للإعلام هي تنبثق وتنطلق من فكر دولة الإمارات العربية المتحدة في أنها تكون قائدة، تكون جزء من أحداث عالمية. رأينا من خلال ما هو موجود، من خلال أبحاث مختلفة، من خلال دراسات مختلفة، أن هناك حاجة وفراغ لمسألة كل ذلك لهدف واحد، ألا وهو تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة هذا القطاع الإعلامي العالمي، الحلول المستقبلية، ونصبح أيضا جزء من المبادرة. هدف وعمل جماعي استراتيجي يدفعني للسؤال، لماذا صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، وكذلك تعكس مدى إدراك لغة التطور، لغة التكنولوجيا، لغة الإعلام المستقبلي. افتتح الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلى رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بإم القوين النسخة الثانية من معرض إم القوين للفنون البصرية الذي ينظمه مركز إم القوين الإبداعي. فتشهد الدورة الثانية من المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد إم القوين مشاركة فنانين تشكيليين من الإمارات إلى جانب 30 فنانا تشكيليا من دول أخرى. واطلع الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلى على المشاركات المعروضة والتي استلهمت من عدة مدارس فنية، فشملت عرض مجموعة من اللوحات والرسوم الإبداعية التي رسمت بالخط العربي إلى جانب مجموعة من اللوحات الفنية. افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة وعضو مجلس دبي معرض ابتكارات البشرية المقام تحت رعاية كريمة من سموها بمشاركة 160 طالبا وأستاذا جامعيا قدموا إلى دبي من أنحاء متفرقة من العالم لتقديم 100 من الابتكارات القادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمع والتصدي لما تواجهه من تحديات عالمية مشتركة. وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم أن المعرض يتوافق مع نهج دبي في بناء قواعد المستقبل ويعكس سعيها المستمر لاحتضان وتشجيع الابتكار. افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة يرافقه معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي حصة بوحميد وزير التنمية المجتمع وعدد من كبار المسؤولين. فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة للعام 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. فقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد بجولة على أجنحة الشركات والمراكز المشاركة في المعرض للاطلاع على أفضل التقنيات والبرامج والمبادرات التي تعرضها أكثر من 250 شركة ومركز لإعادة التأهيل من أكثر من 50 بلد. بحضور الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلى رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بإم القوين ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وقع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي لإمارة إم القوين مذكرة تفاهم تتبنى بموجبها حكومة إم القوين نظام أداء حكومة دولة الإمارات. ويأتي توقيع المذكرة في إطار مبادرات تعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي ودعم جهود تطوير الأداء الحكومي والانتقال به إلى مراحل متقدمة من خلال تطبيق منهجيات ونظم مبتكرة في أداء الإدارة الحكومية. يجسد جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو في جمهورية إندونيسيا الصديقة عمق الروابط القوية والوثيقة الممتدة عبر التاريخ بين البلدين، ويعد رمزاً للعلاقات الصادقة والتعاون بينهما تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله. بما أن التسامح والسلام صار مطلب العصر ورسالته ورسالة الإمارات أيضاً مع العالم،
حل جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة سولو بإندونيسيا بمثابة رمزا لتلك الرسالة. وعلى مدى متانة وعمق العلاقات الإماراتية الإندونيسية الصديقة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الجامع تم تشييده في سولو في مايو 2021 عبر فرق العمل من عمال ومهندسين ومشرفين على إظهار هذه التحفة بأبهر صورها ومعانيها، حيث تبلغ مساحة الجامع الكلية أكثر من 27 ألف متر مربع، ومساحة المبنى أكثر من 8441 متر مربعا ليستوعب أكثر من 10,000 مصل. زينت أراضي الجامع بقماش تقليدي مزغرف يرمز إلى الوحدة والعدالة والقدسية بحسب الثقافة المحلية الإندونيسية، يضم 56 قبة وأربعة مآذن و32 عمودا في منطقة الصلاة الرئيسية، ليبقى جامع الشيخ زايد الكبير معلما شامخا للأجيال القادمة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. وقع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ومركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون مشتركة تخدم المجالات الإعلامية والبحثية وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم توقع في جناح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة المشارك في فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام. ووقع الاتفاقية عن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة جمال آدم مدير المكتب، وعن مركز تريندز الدكتور محمد عبد الله العالي الرئيس التنفيذي للمركز بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الجانبين. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، انطلقت أمس في دبي فعاليات منتدى التعليم العالمي لحلول ومستلزمات التعليم، ويستمر حتى غد الخميس تحت شعار تشكيل مستقبل التعليم بمشاركة 6,000 خبير تعليمي يمثلون 70 دولة و300 جهة تعليمية رائدة و450 جهة توريد في قطاع التعليم. وأكد معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن التعليم يعد أولوية لدولة الإمارات، إذ إن التعليم يصاحب العجلة التنموية للدولة بشكل أساسي. بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تنافس تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج نافس، والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص. ونص القرار في حالة التوطين الصوري على غرامة مالية لا تقل عن 20,000 ولا تزيد على 100,000 درهم على المنشآت عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت. وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بنافس، مثل التحايد الحصول على هذه الامتيازات والالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين لا سيما عبر التوطين الصوري. ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد يوم أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة الدكتور طارق أحمد الطاير رئيس اللجنة ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروع قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وفي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وسيتم دعوة ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة القادمة.
أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن الاستعداد للمستقبل يمثل محوراً رئيسياً لتوجهات قيادة دولة الإمارات للاستباق أو للتسبق أو لاستباق التحديات والمتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن دراسة جاهزية بيئة العمل الحكومي للمستقبل التي تجريها حكومة الإمارات كشفت عن مستوى الجاهزية العالي للحكومة الاتحادية والذي تجاوزت نسبته 70%. جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك بها أكثر من 120 قيادياً حكومياً من مدراء الموارد البشرية ومدراء إدارات الاستراتيجية والمستقبل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. شهدت فعاليات معرض توظيف أبوظبي 2022 الذي يختتم عمله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعرض أدنك إقبالاً كبيراً، حيث ركزت الفعاليات أو فعاليات المعرض بشكل كبير على الورش التثقيفية والتدريبية المخصصة لدعم المسار المهني للمواطنين، وواصلت أجنحة الجهات المشاركة والتي وصل عددها إلى 45 جهة أو إلى 45 جهة تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في استقبال الكوادر المواطنة من الباحثين عن عمل، حيث قام ممثلو تلك الجهات بإرشادهم لتسجيل طلبات التوظيف والتدريب وتقديم السير الذاتية إلكترونياً عبر المنصات الرسمية التابعة للجهات المشاركة. وضمن معرض توظيف 2022 المقام حالياً في أبوظبي، الحدث الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الإماراتيين من التوظيف وريادة الأعمال، يسعى مصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز جهود التوطين وتمكين المواهب الوطنية الإماراتية لتوظيفها على مستوى قطاع الخدمات المالية، تأكيداً لالتزامه برؤية دولة الإمارات في رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات. تعزيزاً لمؤشرات التوطين في العديد من المجالات الحيوية وتماشياً مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتحفيز جهود التوطين على مستوى قطاع الخدمات المالية، يلعب مصرف أبوظبي الإسلامي دوراً أساسياً في تطوير وتدريب المواهب الوطنية الإماراتية في معرض توظيف لعام 2022، حيث يشارك المصرف كراعٍ بلاتينياً للحدث. ويعد معرض توظيف حدثاً رائداً للتوظيف تم تصميمه لمساعدة مواطني الدولة في العثور على فرص عمل أفضل أو الانطلاق في مسيرتهم المهنية. وتأتي مشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي في المعرض تأكيداً لالتزامه بتمكين المواهب الإماراتية الشابة، ولطالما كان توظيف وتطوير وتعزيز المواهب الوطنية في دولة الإمارات في صميم استراتيجية الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان المصرف قد وظف نحو 320 مواطنا خلال عام 2022 في مناصب مختلفة من بينها مناصب في الإدارة العليا. وأثمرت حملة التوظيف عن رفع نسبة التوطين في المصرف إلى 45%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ودليل على التزام المصرف باستيعاب المزيد من المواهب الإماراتية ضمن قواه العاملة. مشاركين اليوم في معرض أبوظبي للتوظيف، حيث يعتبر هذا المعرض منصة مهمة لنا وحدث رائد على مستوى الدولة لتوفير كثير من الوظائف لخريجين الإمارات. خلال هذا المعرض راح نعرض عدد من الوظائف، وأيضا راح يكون في مقابلات فورية لخريجينا، نتمنى الجميع إن شاء الله يقدم على هذه الوظائف، الفرصة متاحة للجميع، نتمنى التوفيق لجميع الخريجين. كثير من الوظائف المعروضة تعتبر وظائف حيوية ويطمح إليها مصرف أبوظبي الإسلامي. خلال هذا المعرض سيتم عرض عدد معين من الوظائف الحيوية، نطمح إلى أن احنا نحاول إن شاء الله نلقى أفضل المواهب والكفاءات من خلال زيارتهم لهذا المعرض. تستمر فعاليات النسخة الثانية لدورة كلبان الألعاب الشاطئية برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة بشكل مميز، وتشتمل على 7 بطولات في عدة رياضات، وتستمر منافساتها حتى 18 من نوفمبر الجاري. ونحن نعيش أجواء دورة كلبان للألعاب الشاطئية الثانية، ونجد بين طياتها الكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات، ولعل هذا العام يحمل في طيات دورة كلبان ألعاب الدفاع عن النفس والتي تشتمل على جوجيتسو والمصارعة والجودو والتايكواندو والكاراتيه، بالإضافة إلى كرة قدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة الريشة الشاطئية، علاوة على لعبة الترياثلون، وأيضا إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة
القادمة نشوف أيضا التجديف الشاطئي والكاياك وكل هذه المسابقات التي وجدت هنا في دورة كلبة ما جاءت إلا نتاج النجاح الذي واكب الدورة الأولى العام الماضي. اليوم نحن أمام هذا الحجم الكبير من الألعاب الرياضية المختلفة والتي جاءت بالتعاون مع الاتحادات الوطنية في دولة الإمارات المتحدة من خلال المنظومة الرياضية ومن خلال البرنامج العام ومن خلال الجدول العام للمسابقات. لأن بعد قليل إن شاء الله بنشوف مسابقة الجري أيضا للمراحل السنية المختلفة. أمور كثيرة جدا تلعب دور كذا. دورة كلبة أيضا جاءت نتائج كبروفة رسمية في حالة تنظيم إمارة الشارقة أو أي إمارة أو دولة الإمارات المتحدة لأي دورة رياضية أو قارية أو دولية في المرحلة القادمة. بالتالي تجدين اليوم دورة كلبة تشتمل على حفل الافتتاح، تشتمل على الشعلة، تشتمل أيضا على المسابقات المختلفة سواء كانت فردية سواء كانت جماعية سواء كانت ترويجية. هنا دورة كلبة جاءت أيضا دورة مجتمعية، فهناك كثير من الألعاب القديمة والفلكلورية التي تعيد نفسها في هذه الساحة الرياضية. وجولة في آخر أخبار الاقتصاد يجزها هذا التقرير، نتابع وإياكم. كشفت الإمارات للشحن الجوي طيران الإمارات خلال قمة الشحن العالمية في دبي أنها تدرس إضافة مرافق جديدة إلى منشآتها في مطار ديبي وورد سنترال وخطة مستقبلية للسنوات العشر المقبلة ضمن خطة توسعية بالتزامن مع رفع حجم الأسطول المخصص للشحن إلى 18 طائرة في عام 2024. تجاوزت قيمة التداولات في صناديق الاستثمار المتداولة لدى سوق أبوظبي الأوراق المالية حاجز 1.4 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يجعلها الصناديق الأعلى سيولة مقارنة بالأسواق العربية المماثلة. فقد دام هذا النمو الكبير منذ بداية العام في قيمة تداولات سوق صناديق الاستثمار المتداولة لدى سوق أبوظبي الأوراق المالية بارتفاع وصل عدد الصفقات فيه إلى أكثر من 11 ألف صفقة تداول ل 227 مليون وحدة من وحدات الصناديق. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت زيادة لافتة في إيراداتها بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليار درهم بنسبة نمو فاقت 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 3.75 مليار درهم، وتعزى هذه الزيادة للنمو القوي في أعمال القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. رحب سوق دبي المالي بإدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور، أكبر مزود لخدمات التبريد في مناطق الشرق الأوسط والعالم واللاعب الأبرز في هذا القطاع بدبي، وهذا هو رابع اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق. تابع أسبوع أبوظبي المالي أعماله من خلال الفعاليات الدورة السادسة من مؤتمر فانتك أبوظبي، الحدث السنوي الأبرز الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمية، حيث يستمر فانتك أبوظبي في أن يكون منصة لتقديم الابتكارات الرائدة في مجال الخدمات المالية والمجال التقنية. شهد الإعلان عن طرح محاكم سوق أبوظبي العالمي لتقنية البلوكتشين لإصدار وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية للمرة الأولى على مستوى العالم. وصف المنتدى الاقتصادي العالمي إمارة دبي بأنها واحدة من بوابات الاستقرار الاقتصادي العالمية. استعرض المنتدى في تقرير مرونة قطاع العقارات على مستوى العالم في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية كتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، كما استعرض نماذج لبعض أبرز المدن على مستوى العالم والتي أثبتت قطاعات العقارات لديها مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما تجلى في قدرة أسواق العقارات في هذه المدن على اجتياز تداعيات الجائحة بنجاح. قال الرئيس التنفيذي في معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالية العالمية إن الإمارات تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط مع السعودية في تبني الشركات لمعايير الحوكمة، لا سيما عقب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التداعيات التي فرضتها الجائحة عززت من زيادة الطلب على التوجه لتبني الشركات معايير وأنظمة الحوكمة.
ونختم مع جولتنا الاقتصادية ببلوغ التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 553 مبايعة بقيمة 1.43 مليار درهم، منها 45 مبايعة الأراضي بقيمة 341.04 مليون درهم، و508 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.09 مليار درهم، في حين سجلت الرهونة 387.11 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 43.73 مليون درهم. إلى عناوين الصفحة الإقليمية والدولية. وزير الإعلام اليمني يؤكد أن إيران تقوض جهود الهدنة في اليمن وتطيل أمد الحرب. دونالد ترامب يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وبايدن يعلق ترامب خذل أمريكا. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني يقوض جهود الهدنة ويطيل أمد الحرب في اليمن. وأضاف الإرياني أن اعتراض سفينة إيرانية تحمل مواد لصناعة الصواريخ يؤكد تصعيد طهران في عملية تهريب الأسلحة للحوثية. ورغم ذلك، حثت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن إلى البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها بناء على مقترحات المبعوث الأممي. وأعادت المنظمة الدولية التأكيد على أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن من شأن تمديد الهدنة توسيع عملية إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي ظهرت كسبب رئيسي للإصابات بين المدنيين بعد الهدنة. إلى العراق، حيث بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي أمس مع السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانيسكي آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، فيما أكدت الأخيرة أن المجتمع الدولي أمامه شوط كبير لهزيمة تنظيم داعش الإرهابية. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي أنه تم بحث إنهاء ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه لمنع نشوء جيل جديد من الدواعش. في مصر، شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر أمس السيادي توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة. أفاد تقرير للبنك الدولي أن المغرب بحاجة لاستثمار 78 أو 78 مليار دولار حتى عام من أجل مواجهة آثار 2050 تغير المناخ، على أن يغطي القطاع الخاص حصة 85% منها. وبحسب البنك الدولي، أضحى المغرب يعتبر بؤرة مناخية حارة خلال السنوات الأخيرة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي عن انتشار جثتين من بين غرق القارب المنكوب في سواحل بنزرت الشمالية أو شمال البلاد. وقال المتحدث حسام الجبالي إن وحدات غائمة انتشرت جثتين بالتعاون مع غواصين من الحماية المدنية، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين آخرين. أصدر زعماء مجموعة العشرين لاقتصادات الكبرى بياناً اليوم الأربعاء أدانوا فيه بأشد العبارات الحرب على أوكرانيا. وجاء في البيان أن معظم الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا، وشددوا على أنها تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة وتؤدي إلى تفاقم أوجه الضعف في الاقتصاد العالمي. لنتابع في هذا التقرير أبرز النقاط التي نوقشت في قمة مجموعة العشرين. في ظل التوترات والانقسامات بل والصراعات الجيوسياسية التي يعيشها العالم، تأتي قمة العشرين بجزيرة بالي بإندونيسيا
قمة تحمل في طياتها ملفات كثيرة، بدءا من أزمة الطاقة ونقص الغذاء، وصولا إلى التغير المناخي وتبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن القمة ظاهرها اقتصادي من الدرجة الأولى، إلا أن السياسة تضغط عليها وعلى أبرز تصريحات قادتها، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وسط غيابه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور وزير خارجيته سيرجي لافروف. قادة التويني ألقوا خطابات وأجروا محادثات ولقاءات ثنائية، فما أبرزها؟ مطالبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بانتهاء الحرب فوراً، بل وتمديد صفقة تصدير الحبوب إلى العالم، خاصة من المقرر انتهاء الصفقة السارية قريباً. تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفائه إصدار قرار لإدانة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما وصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه تسييس لا مبرر له. أما المستشار الألماني أولف شولتز قال إن هناك إشارات مشجعة للإجماع على أن الحرب الروسية غير مقبولة. أما الرئيس الصيني شي جين بينغ حذر من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح، خاصة وأن قمة العشرين وحدهم يجتمع فيها أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة الدولية و60% من سكان العالم. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا خلال جلسة أمن الغذاء والطاقة بالقمة إلى بذل جهود حثيثة، وإلا سيواجه العالم أزمة غذاء أكبر خلال العام المقبل حسب قوله. أما على هامش القمة اجتماع ثنائي بين أكبر قطبين اقتصاديين بالعالم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، جدد موقفهما على منع استخدام الأسلحة النووية، وهو ما أكده البيان الختامي لقمة العشرين في يومه الأول. وإلى بولندا، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيون إنهم يتحرون تقريرا ورد يوم أمس عن وقوع انفجار في العضو بولندا في حلف شمال الأطلسي نتج عن صواريخ روسية طائشة، لكنهم لا يستطيعون تأكيده، بينما نفت وزارة الدفاع الروسية ذلك. وقال رجال إطفاء إن شخصين قتلا في انفجار في قرية بارزيودو بشرق بولندا على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا. من جهته، أكد الرئيس البولندي أندريه دودا عدم وجود دليل دامغ على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي وقع أو الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية الثلاثاء، لكنه أشار إلى أن الصواريخ على الأرجح هو روسي الصنع. نشرتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. وإلى الشأن الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء أمس رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024. ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح الرئاسية. من جهته، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق خذل بلاده خلال توليه منصبه. وقال بايدن في تغريدة من بالي، حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين، دونالد ترامب خذل أمريكا. وجولة على آخر أخبار الرياضة المحلية والدولية في هذا التقرير، نتابع وإياكم. ينطلق تحدي دبي للجري يوم الأحد المقبل على شارع الشيخ زايد، الذي يعد أحد أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة وأكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري على مستوى المنطقة. ويتيح تحدي دبي للجري لجميع المشاركين والعدائين من كافة الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية التسجيل لخوض تجربة فريدة لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة، عندما يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري. وسيتم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مساري تحدي دبي للجري لضمان سلامة المشاركين وتمكينهم من الاستمتاع بالجري بأمان. تستضيف دبي خلال الفترة من 8 إلى 16 من ديسمبر المقبل منافسات بطولة كأس سوبر دبي لكرة القدم التي تقام على استاد آل مكتوم بنادي النصر،
بمشاركة 4 فرق أوروبية كبرى هي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين وإي سي ميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي. وتتضمن البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبتنظيم مجلس دبي الرياضي وشركة AMH سبورت إقامة 4 مباريات بين الفرق المتبارية الذين سيشاركون بكامل نجومهم غير المنضمين لمنتخبات بلدانهم. أكد الأرجنتيني رودولفو أروا بارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات أن المنتخب سيخوض مباراة صعبة أمام الأرجنتين، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2022. ويلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأرجنتيني اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، فيما سيستعد منتخب الإمارات للمشاركة في بطولات كأس الخليج العربي خليج 25 وكأس غرب آسيا وكأس آسيا خلال المرحلة المقبلة. وقال أروا بارينا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مواجهة الأرجنتين مهمة وفرصة رائعة للاعبين الشباب من أجل الاحتكاك بنجوم عالميين للاستفادة من خبراتهم. انسحب أفضل لاعب عالميا وصاحب الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيما من تدريبات منتخب الدياك بعد ربع ساعة من بدايتها. وأكدت تقارير صحفية أن مغادرة كريم بنزيما كان بتخطيط مسبق بعد مرور المدة المحددة، مبينة أن النجم الفرنسي وبعد خروجه أكمل تدريباته في الصالة الرياضية وفقا لبرنامجه الخاص، ومؤكدة حسب محيط اللاعب أنه لا يوجد أي شيء يدعو للقلق حول انسحابه من التدريبات وأنه أمر روتيني يمهد لعودته المرتقبة لصفوف الدياكا. فيما سيغيب كريستوفر نوكونكو لاعب المنتخب الفرنسي عن نهائيات كأس العالم بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات المنتخب يوم أمس الثلاثاء بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي. نهاية أخبارنا الرياضية لهذا اليوم. يستمر توافد المنتخبات العالمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث وصلت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الذي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وويلز وإيران، فيما حطت منتخبات هولندا والدنمارك رحالها في الدوحة مساء أمس الثلاثاء. وركزت اليوم لوكالة الفضاء الدولية ناسا تطلق صاروخها العملاق الجديد إلى القمر لنشاهد. نهاية النشرة، في أمان الله.